بسم الله الرحمن الرحيم. اكاديميه ناصر للتنس الارضي تحييكم. النهارده نشتغل مع كابتن نادال. برضه نادال هو الاول في التنس الارضي. ما معنى اللقب الاول؟ دايما نادال يحصل على اللقب الاول. ازاي نادال بيحصل على هنشوفه في عده مباريات. فعلا حصل على اللقب الاول في اكثر من مركز. نادال هو اكثر لاعب يفوز ببطوله واحده بشكل متتالي. تملي تلاقيه بياخد البطوله اكثر من مره ورا بعض. يعني مثلا روجر فيدر، يعني نادال لعب السنه دي مع روجر فيدر خد منه البطوله، السنه الجايه ممكن نفس المباراه ياخده برضه نادال. دي كانت في قصه نادال عندما حقق رقم بطوله مونتي كارلو 2012 للمره الثامنه على التوالي 8 مرات متكرره، وهو اول لاعب اسباني ذكر سياقا ذكر او انثى يبقى في التصنيف الاول عالميا 100 اسبوع. قعد 100 اسبوع في التصنيف العالمي كابتن نادال. نادال هو اللاعب الاسباني الوحيد اللي فعلا قعد فعلا فتره طويله تزيد عن 100 اسبوع في التصنيف. فاز بالبطولات الخمسه الكبرى، ايضا هو اول لاعب اسباني يفوز ببطوله استراليا المفتوحه، وثاني لاعب اسباني يفوز ببطوله ويمبلدون وامريكا المفتوحه مع بعض. وكما تبوأ له نادال مركز المصنف الاول عالميا في قائمه تصنيف لاعبي رابطه محترف المضرب في 18 اغسطس 2008، وفي 5 يوليو 2009 استطاع نادال العوده للمركز الاول بعد نهايه بطوله فرنسا المفتوحه و2010 بتاريخ 21 يوليو 2010. بتلاحظ حاجه ان نادال حتى لو اصيب فعلا يبدا من تاني، يعود الى الملاعب. يعني اكثر من مره كان في الانكل بتاعه يجيله مشاكل وفي رجله اليمنى، ويعود الى الملاعب ويرجع تاني ويرجع للتصنيف تاني بتاعه سواء الاول او التاني في اقل من فتره زمنيه محدوده، يعود بسرعه الى مكانه. نادال فعلا نعتبره اسطوره التنس الارضي في هذا العصر وفي ذاك الوقت. شكرا.